السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله واحد نقولوا بيجاما ولا بودي مع السروال، غير هو السروال ماشي كولون، من الفوق كيجي مجموع يعني لاصق من الفوق، ولكن ملي كيوصل تقريبا فوت ليهم غير شويه يعني جهه الركبه، كيكون نورمال عادي كيجي. المهم كيجي زوين في اللبسه، هذا يعني فحال شكل البيجاما يعني تلبس في الدار، كيجي سخيخر. غادي تشوفوا الصوره ان شاء الله. بالنسبه للقماش شحال غادي تحتاجوا، انا عندي هنايا التوب ديجا كان عندي، ها هو النوعش من التوب اللي عندي، بحال ديال الخيط يعني، هو اصلا ديال الخيط ولكن ماشي داك الغليظ يعني، رقيق شي شويه. هذا اللي عندي وقلت نخدم فيه هذا الموديل، هذا سخون. اذا على بركه الله عندي هنايا جوج ونص اللي عندي ديال التوب، كنجي من الجهه ديال العرض. تعرفوا التوب ديال الخيط راه كيكون عريض يعني كيكون فيه العرض، هذه الجهه ديال العرض هي هذه. كنطوي التوب مره الاولى على زوج ومن بعد نعاود نطويه يعني على اربعه، صافي. كنجي لهاد البلاصه هذه وكنطراسي، كنحسب هنا 3 سنتيم ديال الخلف، موراها نحط 6 سنتيم ديال الخيط المطاطي. هنا راني خدمت الخلف والامام مره واحده، هذا راه غتخدموا على التوب ماشي على الباترون. هنا كنحسب طول الهونش او طول الورك يعني من الحزام حتى لهاد المنطقه هذه يعني حتى الجهه ديال الهونش، ما كنضيف عليها والو. نتوما لو بغيتو تزيدوا جوج سنتيم ولا هذا اللي بغيتو. بالنسبه للسيده اللي كانت يعني سمينات اللي زايدين في الوزن، ممكن تزيدوا من جوج سنتيم حتى لثلاثه سنتيم على خط الهونش، صافي. هنايا غادي نخدم بربع الحوض، ما غاديش نخدم بالحزام، انا نخدم بربع الحوض يعني كناخذ سنتيم ويكون لاصق دوره ديال الحوض. هنايا كتكون سنتيم لاصق ما يكونش مرخوف. داكشي اللي لقيتو عندكم في الحوض ديالكم كتقسموه على اربعه، الخارج اللي خرج لكم يعني الربع هو اللي كتحطوه في جهه الحزام، كنحطوه كذلك في جهه ديال الورك، صافي. ومن هنايا هاد لافورش هادي كناخذوا الدوره ديال الحوض كامله وكنقسموها على 24. انا خرجت لي 4 سنتيم، هاد 4 سنتيم هي نفسها غنعاود نخرج بها هنايا، هادي يعني هادي ديال الامام وهادي ديال الخلف باش نفصل مره واحده، صافي. من بعد شنو كندير؟ كنحسب من هاد الخط هذا ديال 6 سنتيم من هنايا، وكنحسب الطول ديال الركبه، خط الركبه هنا الطول النهائي كناخد. بالنسبه لاسفل الرجل كناخد دوره كامله ونقسمها على 5، هادي باش يكون لكل شيء القياس ديالو المناسب ليه. هنا اسفل الرجل ما كيجيش ضيق ولا واسع يعني كيجي عادي نازل السروال عادي، صافي. داكشي اللي خرج لكم، انا خرجت ليا غادي نشوف، خرجت لي 21.4، عفوا فاصله 6 ماشي فاصله 4، صافي. هنايا كنحط داك العدد اللي خرج ليا يعني 21.6، وكنلاقيها مباشره كنجيبها لعند هاد التقويره ديال الامام ماشي ديال الخلف، ديال الامام كنلاقيها مباشره. السروال سهل بزاف زعما غير اللي ما بغاش يفصلو، هاد الانواع هادو كيتفصلو في الثوب اللي كيكون مطاط يعني كيتيره، هاد الطريقه اللي عطيتكم انا هنايا. اما الا كنتو غادي تفصلو في شي ثوب اللي ما كيتيراش، ديجا حطيت لكم الطريقه ومعليش غادي نعاود نذكرها لكم دابا. يعني ربع الحوض زائد 3 سنتيم هي اللي كنخدموا بها في الحزام وكنخدموا بها في الحوض، صافي. نفس القاعده اللي عطيتكم يعني كتقسموا هذه على 24 باش تخرجوا بلا فوقش ديال الامام، ونفس الطريقه اللي غديروها في اسفل الرجل، يعني حاجه سهله بزاف، صافي. هادشي اللي كنحتاجو. كنجي لهنايا لهاد خط الركبه كندخل بواحد فاصله 5 حتى لواحد سنتيم يعني نتوما اللي بغيتو. هنايا غادي نلاقي هاد لافورش مع هاد النقطه هادي مع واحد سنتيم مثلا، نمشي نيشان لاسفل الرجل. من بعد كناخد هاد لافورش ديال الخلف، هاد نفس القيمه اللي عندي ديال الامام هي هادي اللي خرجت بها، كننزل هنا بواحد سنتيم نلاقيها مع هادي بهاد الشكل هذا. هنا نفس القيمه اللي عندي هنايا 4 سنتيم، نطلع هنا ب 4 سنتيم او نطلع بخمسة باش نرسم التقويره ديال الامام هكذا. غناخذ هاد لافورش ديال الخلف ونلاقيها مع النقطه ديال الركبه، صافي. هادشي اللي كاين،
وغادي نجي نقطع دابا الباترون. بالنسبه للطول ديال السروال بالنسبه ليا انا، ما نتوما الا بغيتو تزيدوا الطول زيدوا، انا هذه كتخرج ليا مزيانه. يعني الطول خديته من هاد البلاصه هذه، من حد هاد الخط ديال 6 سنتيم خديت الطول كامل ديالي، ما زدتش عليه والو. يعني الطول اللي بغيتو هو هذاك، ما يكونش قصير. ما كتشوفوا نتوما الطول اللي بغيتوه، يعني شوف القياس اللي يعجبكم واللي تحطوه. بغيتو من الاحسن بالنسبه للمبتدئات وخافت عندك جهه قصير ولا شي حاجه، زيدوا جوج سنتيم ولا ثلاثه حتى الاخير ولا بغيتي تنقصوها. المهم انا هذا كيجيني مزيان، وسختو ان عندي الثوب ديال الخيط، يعني نقولوا بحال شويه ثقيل، يعني هو كيتزاد شي شويه في الطول. صافي غادي نقطع دابا الباترون. الاول كنقطع على اساس انه الخلف، كنمشي على الجهه اللي فيها على ديال الخلف هكذا، ومن بعد كنمشي الجهه اللي مطراسيه، يعني الجهه اللي رسمت فيها. هذا راه غادي تراسيو على الثوب مباشره. كنجي لهاد القنت هذا، شوفوا معايا لهاد القنت، وكنمشي نيشان عند 3 سنتيم بهذا الشكل. ومن بعد كنحيد هاد التقويره ديال الخلف، كنحيدها هكذا. صافي انا عندي الامام والخلف. هنا طبيعة الحركة يكون الظهر، لأن كيكون مطوي على 4، كنطوي على الجهة ديال الظهر. ها هو السروال ديالنا، يعني الجهة ديال الأمام ها هي، وهذه الجهة ديال الخلف، هذه الجهة ديال الخلف. صافي الخياطة راه مني كنقطعو كندوزو مباشرة نخليو هكداك، يعني باش كنقطعو كنحلو السروال بهذا الشكل هذا، كنقطعو و كنمشيو نخيطو. هذا كيكون الظهر، طبيعة الحال كنكونو طراسينا على الظهر ديال الثوب. كنمشيو نخيطو الجهة ديال الأمام و نخيطو الجهة ديال الخلف هكذا. صافي من بعد نفتحو السروال، نفتحو السروال و كنجيو نخيطو هاد الجهة ديال الرجل هادي من هنايا نيشان و نهبطو للجهة التانية. بالنسبة لي معارفينش كنقول ليهم هاد الهضرة، من لي عارفين الله يسخر لكل واحد إن شاء الله. صافي وكنجيو لنا كنركبو لاستيك، راه عادي راه ماشي حاجه اللي صعيبه. ممكن تطويو عاد تدخلو لاستيك، اولا تخدمو لاستيك مباشره. بالنسبه للقيمه ديال الخيط المطاطي اولا لاستيك، فاحنا من الافضل، انا يعني هذه كنفضل احسن طريقه بالنسبه ليا، كنفضل ان تاخذوا الحزام كتاخذوا لاستيك القياس ديالكم المناسب ديال لاستيك يكون مريح. وهذا صافي كنقطع، هذاك هو كيجي هو هذاك السروال. صافي هادشي اللي كاين، غادي نوريكم دابا نبدا في الخياطه. هذا هو الشكل النهائي اللي كتشوفوا معايا. راه في الحزام ما كيجيش فيه ديك الكشكشه كثيره، كيجي هو هذاك سورتو ملي كيتلبس كيتجبد كيجي هكذا. بالنسبه للاسفل ديال السروال، انا راه ما حطيتش الطول، يعني ما زدتش القياس ديال، يعني حطيت غير الطول كما هو، وما زدتش حق التشطيبات اولا ما زدتش حق لغلي، وفي الاخير نقصت منه مازال، يعني زدت نقص في داك الطول. عندكم تنتوما تنقصوا حتى تقيسوا، يعني تشوفوا القياس ديالكم. وهذا علاش انا نقص، لان الثوب شفتو معايا الثوب ديال الخيط هو كيتزاد في الطول راسو، واخا انا ما نفصلاش الحمد لله على العرض، راه هذا هو العرض وهذا هو الطول. دونك غندوزو دابا نفصل معكم التريكو اولا البودي الفوقاني. بالنسبه للقطعه الفوقانيه، خدمت بالمنتصف ديال الكتف وما زدتش عليه واحد سنتيم ديال الخياطه، منتصف ديال الكتف بدون اضافه خياطه. نزلت بثلاثة سنتيم وحطيت كذلك المنتصف ديال الكتف بدون اضافه خياطه، ما زدتش عليه حق الخياطه. حطيت هنايا ربع الصدر بدون اضافه خياطه، يعني السنتيم كندورو على الصدر ديالنا كيكون لاصق، والخارج اللي خرج لكم كتقسموه على 4، كنحطوا الربع هنايا، وكيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للاتساع كيبقى لكم الاختيار، يعني نتوما تقدروا ديروا الا بغيتوا تجيكم شويه واسع، لان عندي الثوب انا هنايا عندي الثوب كيت يعني الاستيك بزاف. شوفوا الثوب ديال الخيط يعني كيتيره بزاف، شفتوا يعني كيتزاد في الاتساع بزاف. دونك انا ما زدتش هنايا في السطر، الا بغيتوا تزيدوا نتوما جوج سنتيم او 3 سنتيم كيبقى الاتساع كيبقى اختياري لكم. خدت الحزام، يعني خديت هنايا ربع الحزام بدون اضافه خياطه، يعني الربع كما هو. خديت الطول من الكتف، يعني بهذا الشكل من الكتف حتى المكان ديال الهونش، يعني حتى لهنايا الطول، حتى لهنايا يعني الطول المجموع كامل جاي فايت هاد الهونش. يعني خديت من الكتف حتى لهنا خديت 70 سنتيم، يعني يجي حتى لهنايا، ولكن الامام غيكون قصير على الخلف. الامام غيجي حتى الهونش والخلف غادي يجي طويل شويه.
يعني الطوطال درت 70 سنتيم. هنايا 70 سنتيم اللي حطيت في المجموع، حطيت هنايا قلنا ربع الحزام بدون اضافة خياطة، نزلت للبلاصة ديال الهونش يعني خط الورك، وحطيت ربع الورك يعني هاد البلاصة هادي، هاد المنطقة هادي ربع الورك، وما زدتش عليها خياطة يعني بدون اضافة خياطة. حطيت هاد القياس هذا نفسه حطيته في اسفل الموديل، نفس القياس حطيته في الاسفل ديال الموديل هنايا صافي، وزدت عليه 5 سنتيم في الاسفل، زدت 5 سنتيم ولقيتها مع خط الحزام بهذا الشكل صافي. الجوانب راه كنطلعوا من 2 سنتيم حتى لثلاثة باش ما كيجيوناش نازلين بهذا الشكل. وهنايا راه غيكون قصير حتى لهنا غيتوقف الموديل، الامام غيجي قصير والخلف غيجي طويل. جيت من الحد ديال هذا، من الخط ديال 70 يعني من النهايه ديال طول الموديل، على حسب التوب اللي بقى ليا، بقات ليا 44 سنتيم على حسب التوب اللي عندي موجود، يعني الكم ما بقى قصير ولكن غنكملو بباندا. انا كنوريكم كيفاش تعاملوا مع التوب. هنايا الطول اللي كان عندي اللي نقص منه السروال، وهذا العرض. التوب كيكون مطوي على 4. هنا حطيت المنتصف ديال الكتيف بدون اضافه خياطه، ونخديت النصف ديال هذا المنتصف قسمته على 2، هو اللي طلعت به فهاد الجهه هذه. رسمت واحد الخط حتى لهنايا وعاود قسمته على 2، خديت هذا النص هذا قسمته على 2 وطلعت بواحد سنتيم، هنا كذلك على 2 ونزلت بواحد سنتيم صافي. هنايا كنحطوا الطول ديال الكم الا كان كافيكم الثوب، الا عندكم مثلا 3 متر، انا عندي 2.5، يلا جاني هو هذاك ماشي يعني ما كامل الصراحه، الكم بقى خاصني نوريكم باندا اللي زدت، يعني 44 وكملت مازال بالباندا. هنايا كتحطوا القياس اللي بغيتوا في الكم، ففي الاخير غتجمعوا واحد الباندا غادي تجمعوا من هنايا، يعني غيبقى قصير. انا تقريبا غيجيني انا حتى لهنايا او اقل ربما حتى لهنايا، والباقي غادي نكملوا بالباندا صافي. هنايا درت 13 سنتيم او 12 سنتيم، في الاخير غادي تجمع ما يبقاش واسع. وهاد البقى هاد الشيء اللي كيبقى لكم في هاد الجهه هادي ماشي هادي، يعني في هاد الشيء اللي كيبقى لكم كتخرجوا منه الكول مونتي في هاد الجهه هادي. واخا انا ما بقاش كافيني يعني باش نطوي التوب، يعني ما كافيش، ولكن يقدر يقدكم يعني نتوما على حسب السيده واش ضعيفه ولا هذا صافي. هاد الشيء اللي كاين يعني هاد الجهه اللي كتكون مطويه كتخرجوا منها الكول هادي، هاد البلاصه هادي، وهاد الطروفه هادو اللي كيبقاو هنا في الاسفل يعني اللي كيشيطوا على الكم، هادو اللي كيكونوا مفتوحين كنفصلوا منهم البواني كنكملوا بهم الا جاكم الكم قصير مثلا، اما الا كان كامل غديروا بحال الموديل اللي غتشوفوه في الصوره ان شاء الله صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للكم. هنا التقوره ديال الخلف ولا الامام بجوج كنفصلهم مره واحده، يعني الامام والخلف مع بعضياتهم 8 سنتيم، ونزلت في الامام 8 سنتيم وفي الخلف 2 سنتيم صافي. هادشي اللي كاين، كنحسب التقويره ديال الخلف زائد ديال الامام المجموع كامل خرجت لي 22 سنتيم. كنجي نحط هنايا في الكول التوب عندي على 4، لان قلت لكم انا عندي غير قطعه هنايا غادي نحاول نخرج منهم الكول، ها هما هاد القطعه هادي وهادي. انا حاولت انني نطوي على هاد الشكل ما كافيش، ما غاديش يدخل الراس، لهذا حطيت جوج ديال القطع ونفصل منهم. 22 اللي خرجت لي هي اللي غادي نحط، غنشوف الطول اللي بغيتو، يعني الطول ديال الكول مونتي شوفوا اختاروا اللي بغيتو نتوما، يعني مثلا 14 15 اللي بغيتو، غندير فيه انا حتى 17 حيت بغيتو يجيرو لي يعني كيتسطوا. هنا نفس القيمه 22 انا نقطع باش ما نطولش عليكم، غنقطع ونرجع معكم. فصلته والكل دائما ما كنفصلش، يعني ماشي بحال القطعه اللي كتجينا، يعني ماشي بحال هذا بحال هذا الشكل هذا، يعني على حسب الخيوط فين غاديين. الكل دائما كنشوفوا الجهه اللي كتيره بزاف في الثوب، ماشي هذه مثلا، ماشي هذه اللي جاي الخطوط ديالها نازلين، انا اختاريت العكس ديالها، يعني ما فصلتش بهذا الشكل هذا، هذا ما كيتيرش بزاف، يعني خديت العكس ديال الجهه اللي كتجبد بزاف هي اللي فصلت من، يعني هي هذه اللي كتشوفوها هي هذه صافي. هذا هو الكول ديالي، غنحاول نقادو شويه من هنايا بالنسبه لكم شرحت لكم. والبواني انا تجيني فيهم خياطه، يعني ماشي مسدودين من هنايا، هادو غير قطعات لاقيتهم
كل جوج مع بعضياتهم. هادو جوج يعني هادي بواني، هادي كم واحد، وهذا غادي نمشي نخيطو من هنايا. هو الوجه على الوجه، نخيطو من هاد الجهه باش ملي نقلبو يجيني مسدود من هنا ويجيني ساهل نلصقو على الكم. صافي هما البوانين خيطتهم من هاد الجهه وقلبتهم، يعني خيط في هاد البلاصه لقيت دوك جوج طرفه وقلبتهم بهذا الشكل هكذا. غنفتح لكم ونخيط بهذه الطريقه هذه، نحاول نجبد البواني باش يرجع قد هاد، باش يجيني قد لكم قد راس لكم هكذا. ونخيط نقلب غيجيني بهذا الشكل هذا. صافي في الاخير راه غادي نجمعوا بالخياطه من هنايا، نخيط حتى للاسفل يعني حتى للجهه ديال التركيز لكم هكذا. صافي يعني مني كنخيط ونسالي، مني كنخيط البواني ضروري ما كندير هاد الخياطه، اللي بغات ديرها ديرها، اللي ما بغاتوش ما ديروهاش. انا ما بغيتش يبقى ديك الخياطه هكذا، ما بغيتش يعني من الاحسن كنزيد ديك هذا باش مني كيجي لكم بهذا الشكل هذا كيجي مفيني. انا نقلبوا على العكس حيت جات فيه ديك الحاشيه، نقلبوا بهذا الشكل هذا هكذا. هذه راه غادي تجبد. اذا بالنسبه للكل درت ليه السرجي، وكيفاش غادي نخيطو؟ ناخذ هذه الجهه هذه، نفتح ناخذ هذه الجهه هذه والجهه الثانيه هكذا، يعني نفتح الكل كامل نخيطو من هذه الجهه ومن هذه الجهه ونرجع معكم. صافي بعد ما خيطت دابا من هذه الجهه ومن هذه الجهه كناخذ الكل ونقلبو بهذا الشكل هذا. هاد الخياطه عند هاد الخياطه لان الكل رولي كيجي كيتسطو على الوجه هكذا، ما خصوش يبان لينا الخياطه لهنا لهنا. والطريقه ديال الخياطه ديال الكل ما كنخيطوهاش عادي، يعني كنمشيو بالخياطه عادي، كنجبدو مزيان، كنجبدو الثوب مزيان مع الكل ملي كنجيو نلصقوه بهذه الطريقه هذه هكذا. ناخذ جهه الخياطه حيت انا عندي بجوج جهات فيهم الخياطه، ثم لا عندكم جهه وحده راه ديك الخياطه اما تجيبوها مع الكتف، والافضل انها تكون في الكتف ما تكونش في، الا كانت خياطه وحده من الافضل تكون في الجهه ديال الكتف. صافي هكذا هكذا ملي كنجي نخيط كنجبد الثوب مزيان، يعني بجوج هاد البنده هادي اللي غادي تجي في الكول، يعني هاد الكول وهاد الموديل، يعني بجوج بهم كنجبد مزيان وانا كنخيط بحال اللي كنخيطو لاستيك. هذا هو الشكل ديال الكول اللي كتشوفوا معايا ها كيفاش كيجي. هذا كيصلح نساء ورجال، يعني نفس هذا بغيتو، هذا كيجي يعني كيجي مجموع على العنق، اما الا بغيتو يجي واسع شويه الكول يجي شويه واسع، فعوض درتو 8 في عرض الرقبه وديرو 9 سنتيم. هادي الا بغيتو الكول يجي وسع من هذا القياس هذا، ولا بغيتو تزيدو تحفروا الرقبه اكثر من هذا الشيء. صافي هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للجهه الاسفل. حنايا ما عندناش نفس القياس كيف قلت لكم، يعني الجهه الاماميه كتجي قصيره والجهه الخلف غادي تكون طويله. هادي درتها على القياس على الحد ديال لي غونش، خليت سنتيم ديال الخياطه، وهادي درت فيها هاد القطعه الفوق في الخلف فيها 70 سنتيم من الكتف حتى لهنا. يعني كل واحد يشوف القياس اللي بغيتو في الطول كامل غتحطوه في الاخر، نقصو من هاد الجهه الامام من الافضل. صافي هادشي اللي كاين هنا. اول حاجه غادي نديرها نمشي نتني هنايا سنتيم، نطوي سنتيم هو الاول، وحتى في هاد الجهه هذه ديال الخلف حتى هي نطوي سنتيم ديال لوغلي باش مني نجي نخيط الجوانب غنخيط مره واحده. صافي تقريبا راني ساليتو لان لصقت ليه البواني، لصقت كلشي ها هما البواني. صافي بعد ما كملت لوغلي شوفوا معايا واحد هنايا في هاد البلاصه هذه، هاد الفتحه هذه مني خيطت هنايا فاش خيطت الكوتي من هنايا هاد البلاصه كيفاش غادي تنيوها. كنجي لهنايا كنطوي سنتيم، كنجي من هنايا من هنايا سنتيم، نقدروا تخدموا على هاد الجهه هادي بهذه الطريقه هكذا. كتمشيو سنتيم من هنايا لهنا كتهبطوا نيشان حتى لهاد البلاصه، يعني كيجيكم بحال هاد الشكل هذا ها هو. صافي غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي على المانكا. هذا هو الشكل النهائي اخواتي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الموديل وطبقوه ان شاء الله. طريقته راه هي سهله، شفتوا انا حطيت لكم يعني جوج ديال الدروس في فيديو واحد. كنتمنى تقبلوا عليا وتسمحوا لي الا طولت عليكم ولا شي حاجه، حيت ما بغيتش نحط لكم كل حاجه بوحديتها لانهم جوج بهم صراحه ساهلين. قلت نحطو لكم فيديو واحد، كنتمنى تسمحوا لي الا طولت عليكم. المهم ها هو الكول كيفاش كيجي.
طريق صورة هي سهلة. كيف قلت لكم اللي بغات الكوليجي واسع على هذا القياس هذا، عوض ما ديروا 8 غادي ديروا 9 سنتيم حتى 10 الا بغيتوا مثلا الكوليجي كبير يعني واسع. دابا رجعوا كيديروا حتى في الجلابة كيكون فيها كل منطي وعد القب. صافي هادشي اللي كاين هنايا. الكمام راه شفتوها هما، التوب راه كيتجبد كيتيرا كيجيو مقبوطين على اليدين، الخلف كيجي نازل. هذا كيصلح ماشي غير للمنزل، انا بالنسبه لي غادي نلبسو غير في داري، ولكن البنات اللي كيخرجوا هذا يعني كيلبسوا يعني اللي غير متحجبه، وحتى المتحجبه ممكن تلبسو، كتلبس فوق منه مونطو. انا غادي نخلي لكم واحد المفاجاه غادي نديرها مع هذا الموديل هذا، غادي في عوض مهم مازال ما عرفتش الصراحه، خلوها مفاجاه. ما عرفتش نقدر ندير يعني شي بينوار يكون مختلف، ممكن يكون شي بوليرو، ممكن على حسب. وغالبا ما غادي ندير شي حاجه اللي تصلح تخرجوا بها حتى يعني هكذا يعني تخرجوا بها، ما تكونش غير ديال البيت. هذا هو الشكل النهائي اخواتي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الموديل. شكرا لكم على المتابعه، وغادي نحيد ليه الحزام باش تشوفوه بلا حزام. هذا هو الشكل ديالو بلا حزام، ها هو. الصراحه كيجي رائع الموديل، غزال كيجي مريح يعني سبور بالنسبه اللي بغيتو تخرجوا به، وتقدروا تلبسوه حتى في المنزل. انا بالنسبه لي كيف قلت لكم غيكون غير في الدار، وعنده واحد المهم هذا اللي غيكون الفوق، مازال ما عرفت شنو غادي ندير به، ان شاء الله يكون خير. نفكر ونشوف الموديل اللي غادي يكون معاه اللي غادي تلبس فوق منه هكذا. هذا هو الشكل النهائي. شكرا لكم اخواتي على المتابعه، وما كنسخاش بكم صراحه، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. ما كرهتش نذكر كل واحد عجبني التعليق ديالو بزاف، وصراحه من حد انا كنقرا التعليق والدموع كيوقفوا لي في عيني، كنقول واش انا زعما واش فعلا نستحق. الحمد لله هذا الكلام الرائع صراحه، كنشكركم بزاف عليه، لان الصراحه الله ما كذبش عليكم صراحه، المهم كيعجز اللسان شنو علاش نعبر. المهم نقول لكم من هادشي كامل نقدر نقول لكم، وشكرا بزاف، شكرا شكرا، وما نطولش عليكم اخواتي. السلام عليكم.